كمان ناقصين. عم نتعشى لحالنا وبابا مو موجود. سمر حبت تتعشى مع أبوك برات البيت. في عندي ألعاب جديدة على الكمبيوتر، شو رأيك نلعب بعد العشاء؟ مراد كتبت وظائفك؟ مهند فيك تأجلها لبكرة المساء؟ بكرة ما بقدر. ليش ما بتقدر؟ بكرة بدي أطلع أنا ونهال مشوار. بس أنا ما بعرف بهالشي. وهلأ عرفتي؟ بتعرف إنك غليظ؟ هيك الواحد بيعزي؟ كان لازم أكتب لك دعوة؟ هي أعمل لك. أكيد ما لقيت ولا بنت تطلع معك، مش هنيك عم تعزمني. هذا عيب. جاوبيني هلأ، بدك تروحي معي ولا لا؟ إذا هيك بدك تعزمني، لا ما بدي. حبيبتي، أنا عازمك بكرة وحابب إنك تكوني معي، موافقة؟ موافقة. أنت كبرتي وصرتي بنت صبية وصار لازم تشوفي حياتك، ما هيك؟ ما بيصير تقعدي بالبيت بالعطلة. رح آخذك معي أحياناً. أنت كنت واعدني. إيه، وعدتك. أنت وعدتني كتير بس ما شفت شي. لسه في معنا وقت كتير ورح نطلع مشاوير. بعرف هالشي، من شان هيك عم بتضايق كتير. أهلا وسهلا. أهلين. أهلين بشير، الشوفير هلأ جاية ورانا، حط سيارتي بالكراج. ماشي. غريب مهند جاية بكية. رنين نحتجي معكم بكرة المساء؟ لا، ما بيخلوا أهلها تطلع بالليل. لا تتحمسي كتير قبل ما تحكي مع أبوك يا نهال، لأنه يمكن ما يخليك تروحي. كأننا مرتكبين جريمة هي ورنين. بس نحن حلينا هالمشكلة. ما فيني ساوي شيء إذا ما وافق. أنا رح أحكي معه، لا تخافي حبيبتي. صحة وعافية. صحة وهنا. أهلين، جيتوا بوقتكم. رح قلن يجيبولكم صحون. تأخرتوا كتير، قلت أكيد ما رح تجوا على العشاء. أنا مو جوعانة، بس ما بعرف إذا عدنان بده يأكل. أنا تغديت غدا تقيل الظهر، يسلم ورح أكل فواكه. مهند كان عازمك على الغدا، سمر قالت لي. إيه. عم تعزم بابا على الغدا؟ وعم تاخد أختي مشاوير؟ والله ما دخلني، بدك تاخدني مشوار. طيب، عن إذنكم أنا بدي روح. شو عم تهرب لأنه نحن إجينا؟ عمي عندي امتحان وبدي أدرس. مبين إنه هالسنة رح نحتفل بتخرجين. إن شاء الله. قبل ما أنسى، إذا بتسمحوا لنا رح نطلع أنا ونهال نسهر برا. لوين؟ ما بعرف. رح نتعشى بشي محل وبعدين رح نروس. تسمح لي بابا؟ إذا رايحة مع مهند ليش ما أسمح لك؟ شكراً عمي. شكراً كتير بابا، يا أحلى أب. عن إذنكم أنا بدي روح. مع السلامة. ألف مبروك، شايف عقوبتك انتهت. سمحت لك لأنه مع مهند، لا تفكري نسيت اللي صار. شكراً كتير بابا. شباب قديش حلو، يا ريت أرجع شي 20 سنة لورا. انت هيك وما عم نخلص. شو قصدك؟ اذا بترجعي بنت 18 سنة يا ويلي قديش رح تكوني خطيرة ماما. صار لازم اشرب الدواء، انا رح اقوم. صحتين وعافية. وانتو بتنفردوا ببعضكم شوي. يلا مراد خلينا نروح كمان. استأذني منهم، تعودي. بابا شوف مراد شو عم بيحكي. تربية مهند شو بده يكون يعني؟ يا
يعني انت عم تدافع عنه بابا، ممكن اوصلك لغرفتك؟ اه شكرا كتير حبيبي، تصبحوا على خير. وانت من اهله؟ بعد شوي بيجي لعندكم. صحتين وعافيه بونوي. وانت من اهله؟ وانت من اهله؟ بنروح على غرفتنا؟ طبعا. تصبح على خير. وانت بألف خير. تصبحي على خير. وانت بألف خير. نهار شوي شوي لو سمحتي. أنا بالأول. برافو عليكم. أنا شو أعمل فيكم هلا؟ صار لك شيء؟ عمهلك عمهلك. كيف حتى وقعت؟ خليني شوفها. عم توجعك؟ ها؟ ما في شيء، علقت رجلي بالسجادة. كان عم يتسابق مع أخته. منيح ما انكسرت رجله لا سمح الله. منيح ما فيها شيء. أخته باسته وما عاد فيه شيء. يا ريت لو أخته تسمع الكلام بس شوي. خلينا نحط لك شوية ثلج على ركبتك مراد. والله ما فيني شيء يا مدموزيل، ليكني عم بمشي. شوفي، عم بتكوني مثال كتير سيء لأخوك. وهذا عيب. خليني شوف شو عم تدرس. شوفوا لي اللي عم بيقول اني مثال كتير سيء. ممكن تروحي؟ مو على الاساس كنت عم تدرس يا كذاب. طلعي من هون وريحيني منك. رايحة بدون تقليع. بظن انه بكره بالليل مو حابة تطلعي مشوار. انا اسفة، بعرف اني ضايقتك بس انت بتسامح كتير. يلا روحي امسحي جوخ برا، يلا. تصبح على خير. اثنيناتهم انفجروا عيونهم فيني وجمدوا وقفوا هيك هيك عم تعطيني الأسيتون، ما عم بتشيل عيونها عني. ضحكتيني كتير. ليلي شو عملوا وقت قلتي لهم فيروز خان وما عطتني اياه؟ تفاجئوا كتير، قلت لهم كان بدها تكبه. والله غب على قلبه، يستاهلوا اكثر من هيك. تفضل. الله يبسطكم اكثر. سمعت ضحكتكم واجيت. تعالي حبيبتي. بتعرفي كاتيا امبارح راحت لعند قرايبينا، كانت عم تقلدهم كيف بيحكوا وضحكتني كثير. هيك لكان. عادي يا روحي. ايه؟ شو ايه؟ انا شو قلت لك؟ شو بتقصدي؟ مهند كأنه بلش يتقرب منك شوي شوي، شفتي؟ اكيد لا. ايه؟ انت خليكي عم تحكي هيك. انت بتعرفي شيء؟ اذا بتعرفي شيء قولي لي، اذا بتريدي. عم احكي هالشي بناء على تجربتي. هيك لك؟ ايه هيك، انا واثقه. صباح الخير. صباح النور. تعي سمر. بس ما كون قطعت لكم حديثكم. ابدا، اجيت حتى اسلم عليه وبس. كتير انبسطت حبيبتي. خليني اشوف شو بدك تلبسي المسا. ماشي، شكرا لك. عن اذنكم، مع السلامه. كنتي عم بتقولي عنها كتير ناشفة، شو صار حتى حنيتي عليها؟ حرام، كتير عشقانة، ما بسخى فيها. تعرفت على شي حدا؟ تعرفه بالأساس. عشقانته لمهند. ما عم صدق. والله. ورح تشوفي هدول الاثنين رح يتجوزوا بالمستقبل. مجنونة. ليش؟ مهند ونهال معقول هالحكي؟ هنن أقرباء مقربين، ليش ما بيصير؟ الله يخليكي يا ماما، لا تبلشي تحكي هيك، هنن ربيانين مع بعض. وعدنان مستحيل يسمح بهيك شيء أبدا. بس يكونوا بيحبوا بعض، عدنان أكيد رح يقتنع. وشو بيعرفك؟ حكيت معهم كل واحد لوحده، وأخذت كلام منهم. مهند شو قال لك؟ ما قال لي شي، بس الضيعة المبينة ما بدها دليل. وانتي شو صار لك؟
أنا مرت أبوها يعني خالتها. إذا بتسمحي لي خليني أعطي رأيي بهالموضوع. هنن كتير بيلبقوا لبعضهم، وهنن بالأساس عم يحسوا بهالشي شوي شوي. بالصيف اتنيناتهم رح يخلصوا دراسة، ساعتها بيخطبوا. بما إنه مهند ما رح يعمل ماجستير، بيروح على الجيش وبيرجع فورا. ونهال بغيابه بتدرس بمعهد الموسيقى، ومهند بس يخلص جيش بيرجع وبيستلم الشغل فورا. ودراسة نهال بالمعهد ما رح تعيق زواجهم أبدا. اصحك تحكي هالشي قدام عدنان وتحطي حالك بموقف محرج قدامه. لا حبيبتي شو دخلني، بس بشوفهم كتير لابقين لبعض. حبيبي كيفك يا عمري؟ شو قال لك الدكتور؟ قال لي مثل الحديد، ما في اي مشكله، طلعت النتائج كتير منيحه. منيح، لكن خلينا نروح مع نهال ومهند ونرقص سوا. لا مو لهالدرجة، بس إذا بدك بنروح. لا كنت عم امزح معك، شو بده ياخذنا؟ شو بنعمل؟ ما بعرف شو بنعمل. رايحة على الجمعية؟ لا حليت كل شيء على التليفون. منيح، لكن خليني اجي اخذك، بنروح بنقعد بشي مكان او بنتمشى، شو رأيك؟ وافقت. بتروح امك معنا؟ ما بظن، لأنه بدها تروح لعند رفقاتها. منيح، طيب جهزي حالك أنا جاية. تمام يا روحي. Mm-hmm.